تيجي بيتي، ايه رايك فيه؟ كويس، خير. انت مستعجل قوي كده، تاخد ايه؟ لا ولا حاجه، خير. انا اسفه قوي يا احمد لازعاجك، واسفه اني بضايقك بحياتي الشخصيه، لكن بيحز في نفسي ان كل اللي حواليا ليهم اغراض، اللي طمعان في فلوسي، اللي بيبص لي على اني ارمله صغيره وحدها. لكن انت الوحيد يا احمد اللي انسان نزيه، اللي بحس انه هينصحني بامانه. هو ايه اللي حصل؟ سامي ابن جوزي جه هنا وتهجم عليا وقال لي ادبه كانت هتبقى حكايه. وليه عمل كده؟ في خلافات على الميراث، والحكايه دي مخوفاني وقلقاني قوي يا احمد. والله انا رايي انك تحاولي تحلي الخلافات دي، شوفيهم عاوزين ايه، اشتري راحتك وامانك بالفلوس. دول طماعين قوي يا احمد. راحة القلب غالية. استأذن انا بس. مش هنتعشى سوا؟ ده انا عاملك الاكل اللي بتحبه. معلش معلش، مضطر امشي. انا مع السلامة يا احمد. مع السلامة. الله يسلمك. وامي
وفرت من قوتها ومن أكل عيالها عشان ما تحملنيش عبء فوق عبء وأقدر أكمل تعليم. أنت بتقولي الكلام ده ليه؟ أبدا، حبيت أوريكي حقيقتي على الطبيعة. أنا هروح أساعد طم وأنت حضر الطبلية اللي هناكل عليها. ألف هنا وشفا يا ولاد. الله يهنيك يا طن. ها عجبك الفطور بتاعنا؟ يجنن، تسلم ايديك. صحة وعافية يا حبيبي. عارف يا نادي، أنا لما كنت في مصر رحت لوالدك عشان أخطبك. صحيح صحيح، بس مشيت من غير ما أقابلك. ليه؟ لما شفت القبعه والبيت الفخم اللي انت عايشه فيه خفت، وقلت لازم اوريكي حقيقتي على الطبيعه. انت في حقيقتك ده؟ ما عندكش فكره يا باشمهندس، انا بدات مجهود قد ايه مع كوثر غانم علشان اشتغل في منطقة الجديده دي. على فكره دماغها ناشفه قوي، بس انا كلمتي عندها بقى ما تتردش. اقول اه يعني اه، لا يعني لا. انما الحقيقه انا شايف ان يا ريت يعني تهتم بمظهرك شويه. مظهري ليه؟ وانا بشتغل في مضرب ولا في بوتيك؟ ده انت ابن نكته. بس برضه المفروض الواحد يهتم بمظهره شويه. مثلا لازم تركب عربيه، بيتك يكون فيه سكان، يكون فيه تلفزيون ملون، مش كده ولا ايه؟ صح؟ صح. حلو، تعالى بقى بالتالي نمضي شويه ورق. اتفضل. اكتشفت ان حمدي حرامي. لا، انك لفت قلبك عليا.